النهاردة يا جماعة مش كان حر، احنا النهاردة ايه الاتنين؟ سبت، حد اتنين، فرن، والله فرن تنزلش. عارف لما بتيجي بجد، والله ودون مبالغة، اما تيجي تفتح فرن وتلاقي فيه هبو سخن كده يروح داخل عليك، هي دي المسألة. تبقى خارج من باب عمارتكو، خارج من باب العمارة، عادة انت عارف مداخل العمارات بيبقى التصميم بتاعها كلما كان السقف اكثر ارتفاعا كلما كان افضل، لانه بيهوي العمارة ويخلي الجو بتاعها من جوه لطيف، درجة الحرارة بتاعتها تبقى لطيفة. فالمهم يعني سقف عمارتنا ما هوش لا مرتفع قوي ولا هو بس هو سقف لطيف يعني، فالجو جوه العمارة معقول. اخرج بقى من ايه؟ مدخل العمارة تلاقي البوابة بتاعت الفرن اتفتحت في وشك، صعب جدا، جو مذهل. طبعا في بلاد جوها اكتر مننا يعني، ده مش بس هم الناس اتعودت، احنا مش متعودين على الكلام ده يعني. وانا دايما لما بشوف جو بالشكل ده اقول ربنا يكون في عون كل اخواتنا اللي بيشتغلوا في الجو المفتوح وبالذات في الصحراء، يعني اهالينا اللي بيشتغلوا في المعمار ربنا يكون في عونهم يا رب ويقويهم، اهالينا اللي في الجيش ربنا يكون في عونهم، اهالينا اللي موجودين في الشرطه وبالذات يا عيني حبايبنا اللي بيبقوا موجودين في المرور وما الى ذلك ربنا يكون في عونهم، اهالينا اللي شغله بيبقى موجود في ورشه وقدامه بقى مثلا حاجه حداده ولا الحام ولا، والله اللي واقف في ورشه كده يعني حتى لو كانت ورشه نجاره مش محتاج فيها يبقى فيه لا سخونه ولا نار ولا الجو ده صعب جدا جدا. طب يا ترى هل ترى هذه الموجه الحاره على راي استاذ انور عكاش الله يرحمه استاذ اسامه انور عكاش، الموجه الحاره دي هتنجلي وتنتهي امتى؟ احنا مش حمل الكلام ده. معانا على التليفون دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، اهلا بيك يا دكتور منار. اهلا بيك استاذ يوسف واهلا بكل الساده المشاهدين. والنبي يا دكتور منار بشرينا بان الجو ده كفايه علينا كده، احنا مش حمل الكلام ده. هي بالفعل ان احنا كمان متعودين دايما الحراره على هي بتبقى مدتها كتير وبتعود درجات الحراره معدلات، لكن الموجه دي زي ما نوهت الهيئه العامه للارصاد الجويه هي موجه طويله تجاوزت الاسبوع، لانها بدات بشكل تدريجي من الخميس الماضي، حسينا بيها اكثر السبت والحد والنهارده كمان كانت ذروه الارتفاعات في قيم درجات الحراره. احنا مسجلين عظمى على القاهره الكبرى في الظل 41 درجه مئويه، المحسوسه اكيد تجاوزت ال 42 وال 43 درجه مئويه لو انا كنت تعرضت لاشعه الشمس فتره النهار او موجود تحت اشعه الشمس. فاحنا بنقول ان احنا دايما قيم درجات الحراره اللي احنا بنسجلها هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل. صحيح. طبعا المحسوسه بتبقى مختلفه تماما، محافظات الصعيد بين 44 الى 45 درجه مئويه. كملها معانا كمان لحد يوم الخميس اللي جاي، يعني احنا متوسط درجات حراره متوقعه ان شاء الله الثلاث والاربع والخميس ما بين 8 و 30 درجه مئويه عظمى على يعني. طب هو الخط بس بيقطع جامد، فاحنا هنحاول طبعا اكيد يعني نستفهم اكتر، بس تنجلي هذه الموجة الحارة يوم الخميس، يعني تبدأ من النهاردة تقل يا رب، تنجلي يوم الخميس قادر يا كريم، كنت اتمنى انها تخلص الاربع. الجو صعب بجد، صعب جدا 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 جدا. على كل، انا اشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية.